على الرغم من مكانة النجف الدينية والسياحية لم يمنع ذلك من انتشار النفايات في شوارعها وساحاتها العامة والقريبة من الأسواق، أكوام وتلال من الأوساخ شاخصة للأنظار بصورة لافتة، ما أثار امتعاض المواطنين الذين حملوا الجهات الحكومية هذا التقصير. هاي النفايات اللي جاي تشوفوها متكومة هنا، أذية إنه إحنا بيوتنا هنا على الوادم كلها جاي تعاني من هذا الشيء، النفايات يعني الحشرات الكرمون الأشكال يعني ماكو. لا البلدية جاي توصل هنا، شركة أهلية جاي تيجي كل شهر جاي تيجي، إحنا نعطيهم 5000 دينار يشيلون النفايات. وشوف هاي النفايات حتى أفعى طلعت لنا هنا، الله شاهد حتى أفعى هنا طلعت لنا، إحنا قتلناها. ومع وعود بلدية النجف لحل مشكلة تأخر إطلاق مستحقات الأجراء اليوميين المالية من عمال التنظيف وإيجاد صيغ قانونية لضمان حقوقهم الوظيفية، إلا أن ذلك لم يغير كثيرا من انتشار هذه المشاهد في وقت أطلق فيه ناشطون دعوات عاجلة لتنظيف المدن وتزيينها بدلا من ترك هذه الأوساخ أمام العيان. شهدت بلدية النجف الأشرف خلال مطلع الأسبوع الماضي إضراب عام لكل العاملين في مجال النظافة بسبب مطالبتهم بتفعيل قرار 315 لسنة 2019. واقع المبالغ المرصودة لملف التنظيفات لا يتلائم مع عدد السكان الساكنين بالمدينة والقاصدين إلى المدينة. بالتأكيد نطمح إلى أنه زيادة التخصيصات المالية لهذا الملف. ويحذر متابعونا من مخاطر بيئية وصحية جسيمة في حال استمرار تكدس النفايات، لا سيما وأن أكثرها تكون وسط الأحياء السكنية والمباني المدرسية والصحية. ما بين تبريرات مديرية بلدية النجف بقلة التخصيصات المالية واتهامات المواطنين لها بالتقصير، لا جديد يذكر على مستوى الخدمات في الشارع التي يقول عنها المواطنون إنها تزداد سوءا في المحافظة. من النجف محمد رزاق، التغيير.